فيما يستمر العدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة هناك، تتكبد طواقم الإسعاف والهلال الأحمر المزيد من الصعوبات والتحديات في ظل الاستهداف المباشر والمتعمد للطواقم رغم حملهم لشارات الحماية. هذا النهج الإسرائيلي الذي تصاعدنا بعد السابع من أكتوبر عبر رزمة من الاستهدافات المباشرة لطواقم الهلال الأحمر، والذي بطبيعة الحال استهدف منهم الطواقم واستهدف أيضا مركباتهم، أدى إلى تقويض تطوير المنظومة الإسعافية في ظل اشتداد طبعا وتيرة العدوان على القطاع وحجم الاستهدافات والحصار المطبق لا سيما على شمال قطاع غزة وتوقف الكثير من مركبات الإسعاف. حول طبعا الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه عمل طواقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، ينضم إلينا في هذه اللحظات السيد محمد أبو مصبح مدير الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم الهلال الأحمر من قطاع غزة. أهلا بك يا أستاذ محمد، صباح الخير. أسعد الله صباحك أخت ريما وصباح جميع المتابعين عبر قناة الوقت. أهلا ومرحبا أستاذ محمد، يعني بطبيعة الحال ما نتحدث عن كل يوم إضافي من هذه الحرب هي يعني بمثابة تحدي آخر، وللأسف يعني صعوبات جمة تواجهونها كطواقم الدفاع المدني في ظل الاستهداف المباشر وتصاعد هذا الاستهداف عبر الاغتيال والمنع والاستهداف والاعتقال وغير ذلك من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. في اليوم 277 لهذا العدوان، كيف تتعاملون كطواقم إسعاف في ظل هذه الصعوبات؟ بالتأكيد، بداية أشكر لكم الاستضافة وتسليط الضوء على ملائكة العمل الإنساني في الميدان في عمل متواصل لمدة 9 أشهر كما أسلفت في ذكر هذه المقدمة. بداية إن عمل الهلال الأحمر الفلسطيني كمخول ومفوض وطني في التعامل مع الحالات الطارئة من خلال الرقم المجاني 101 هو مهمة إنسانية قبلت فيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحملت على عاتقها أن تكون بجانب أبناء شعبنا في هذه المهمة الصعبة والمهمة المريرة، لا سيما في الظروف الطارئة والحروب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة. اليوم نتحدث عن أكثر من 9 أشهر وضابط الإسعاف يتحرك بين أزقة التجمعات الإيواء وبين المنازل المدمرة في ظل انهيار كامل للبنية التحتية وانعدام كامل للإمكانيات والظروف التي تهيئ لتقديم الوجه. اليوم زمن الاستجابة أكثر الوصول للمصابين في هذه التحديات. ضابط الإسعاف اليوم الجندي الذي يخرج من خيمته بعد عناء طويل من يوم شاق يوفر لأسرة من خلالها المياه والغذاء في ظروف صعبة واستثنائية على جميع شعبنا الفلسطيني. وساعات تعمل تحت ظروف الموت المباشر. خسرنا في الهلال الفلسطيني أكثر من 33 من طواقمنا أثناء تأديتهم لعملهم، أكثر من 100 موظف ومتطوع أصيبوا أثناء تأدية مهامهم مع الهلال الأحمر الفلسطيني. تم نزوح جميع موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لأكثر من مرة ولأكثر من انتقال. نتحدث أيضا عن التحديات التي نواجهها في ممارسات قوات الاحتلال لمنع إدخال الإمكانيات الخاصة باستمرار عملنا كمسعفين. أتحدث بذاتا عن الحماية التي يجب أن يتمثل بها قوات الاحتلال، يعني يمثلها لطواقم الإسعاف من خلال حملهم لهذه الشارة والعلامات الواضحة لمركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. أود الإشارة إلى أيضا إلى أن الوقود هو الشريان الرئيسي لاستمرار عملنا كضباط إسعاف، ولا يخفى على الجميع أننا أكثر من 2 شهر متواصلين منذ إعادة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا ومعبر رفح ومنعه إدخال الوقود والمساعدات، أثروا بشكل كبير جدا على تقليص قدرتنا التشغيلية اليومية. وتحت غزة والشمال التي نعاني الأمرين في توفير ما يمكن توفير الوقود لتشغيل مركبات الإسعاف.
نعم سيد محمد، بطبيعة الحال لنتحدث عن هذه الجزئية، وذكرت أن هناك 33 تقريبا شهيدا ارتقوا من كوادر الهلال الأحمر نتيجة الاستهدافات، فيما كان هناك استهدافات لمركبات الإسعاف. واليوم تحدي آخر يواجهكم في استمرار عملكم المتعلق بالوقود، هناك توقف لعدد من آليات الإسعاف نتيجة هذه الحرب، في ظل ممكن تحديات أخرى متعلقة بتزايد أعداد الشهداء والجرحى، ناهيك عن انتشار الأمراض والأوبئة. وهذا الاستهداف بطبيعة الحال يدرك أهمية الاحتلال الإسرائيلي لكونكم أنتم من تساعدون في إنقاذ حياة هؤلاء ومحاولة تقديم الإسعاف لهم، أو نوعا ما الإبقائهم على قيد الحياة. بالتأكيد نحن شهدنا منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان على قطاع غزة وهذه الحرب الشرسة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت في سلم أولوياتها تدمير المنظومة الصحية، مبتدأة بخدمات الإسعاف والطوارئ وتنتهي عند إنقاذ الأرواح الخاصة بعلاج الجرحى والمصابين خارج حدود قطاع غزة. ويتخلل هذه الممارسات تدمير المشافي والمراكز الصحية ومراكز العيادات والرعاية الأولية. بالتأكيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال توثيقنا الميداني قامت بالاستهداف المباشر لأكثر من مركبة إسعاف، حيدت هذه المركبات وقتلت من فيها من ضباط الإسعاف. قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدمير البنية التحتية والطرق والمنازل أدت إلى مشاكل جمة في الصيانة الميكانيكية لبعض المركبات، وهي تمنع إدخال قطع الغيار والبدائل لمثل إعادة تشغيل هذه السيارات الإسعاف وتفعيلها للخدمة مرة أخرى. تؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اعتقلت من اعتقلته من زملائنا في الإسعاف والطوارئ وزملائنا في الجمعية، والتي أثرت أيضا على تشغيل بعضها. اليوم نتحدث عن توقف أكثر من 72 مركبة إسعاف تعمل بوقود البنزين في الجمعية، منها حوالي 21 مركبة إسعاف عاملة يوميا. هذه تتأثر بشكل مباشر، ونقارنها بعدد الإصابات والعمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال من منطقة إلى أخرى وتتزايد، وفي ظل المسافة البعيدة التي تقطعها مركبة الإسعاف. اليوم نتحدث عن أن المسافة المقطوعة بين موقع الحدث ونقل المصاب إلى أقرب مشفى يمكن استقبال فيه هذا المصاب تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 دقيقة ومسافة تزيد لوصول هذا المصاب، وهذا عبء على مركبة الإسعاف وعلى الطواقم وعلى روح هذا المصاب وعلى حياته نتيجة استخدام الطرق البديلة والوعرة ونتيجة محاولة الالتفاف للتقارب المسافات للمشافي الميدانية. اليوم أصبحت في حالة من المشافي الميدانية التي تقوم فيها بعض المؤسسات الدولية وغيرها. الهلال الأحمر الفلسطيني بجانب خدمة الإسعاف هو قام بإعادة تفعيل مستشفى الأمل بخان يونس، وأصبح الركيزة أساسية في المنظومة الصحية ونقلة نوعية أعتبرها في العمل الميداني بضباط الإسعاف، تحديدا بعد إنشاء المستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني بجانبه ليسانده محتويا على غرف العناية المركزة وغرف لعمليات الجراحة وحضانات الأطفال. بمجمل هذه الصورة التي تودينا ذكرها بأن جميع ما يذكر من تحديات إنها أمام أعيننا كمسؤولين في الإسعاف والطوارئ وكضباط إسعاف، إلا أننا نحمل راية وقبلنا أن نكون جنودا لهذه الراية الإنسانية مهما وشهدنا ومهما واجهنا من تحديات ومعوقات، إلا أننا نعلم بأن وصولنا إلى المصاب وابتسامته الأولى بوصولنا إليه هي بمثابة الرسالة الإنسانية التي ستكون عنوانا لخدمتنا بعد انتهاء هذه الحرب على أبناء شعبنا. نعم سيد محمد، في ظل هذه المسافات الطويلة والمقطوعة كما أشرت، وفي ظل أكيد حجم الدمار والركام التي أيضا تقوض عملكم كطواقم للدفاع المدني، ونحن للهلال الأحمر وأيضا طواقم الدفاع المدني وكل مقدمي الخدمات الإغاثية والإنسانية في القطاع، يعني هناك أولوية لإعادة فعليا الخدمة وإعادة إحياء الخدمة التي تقدمها طواقم الهلال الأحمر في ظل هذه التحديات. ونحن نتحدث ممكن أزمة أخرى تعانونها، لا سيما بعد إغلاق المعابر وعدم وجود
المستلزمات الطبية التي أنتم بحاجة إليها كطواقم تعملون بصورة أولية في ظل كما أشرت توسع رقعة عمليات الاحتلال واستهدافاته؟ بالتأكيد، ولكن أنا أود الإشارة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني كجمعية وطنية تعمل أساساً في مجال إدارة الكوارث والإعداد والتخطيط لمواجهة المخاطر، ولا يخفى على أي مواطن فلسطيني أن التحدي الأساسي والركيزة الأساسية للسيناريوهات الأكثر احتمالاً في قطاع غزة تحديداً هو عمليات العدوان والحرب على قطاع غزة. كنا قد أعددنا خططاً لمثل هذه السيناريوهات، ولكن فاقت طبعاً ما يمكن مشاهدته في هذا الحرب، فاقت كل التوقعات والاحتمالات، إلا أننا كنا قد تفعيل عدد من مجموعات المتطوعين في الميدان وتعزيزهم بحقائب متقدمة في الإسعاف والطوارئ، هي ساعدت في الاستجابة والوصول إلى المصابين. واليوم يوجد لدينا أكثر من 20 تجمع وعيادة ومنتشرة على المساحة الجغرافية المحدودة التي تحرك بها الناس. التجمعات تواجد بها الهلال الفلسطيني، والهلال أيضا قام بالإشراف وبناء أكثر من 20 تجمع للنازحين ومراكز لواءهم، وقام بخدمة المياه والإسعاف والمتابعة الغذائية والطبية لهؤلاء النازحين، والذي وصل على المستفيدين فيها إلى أكثر من 20,000 مستفيد. هذه إضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعمل على الدعم النفسي للنازحين وضباط الإسعاف. أتحدث أن الهلال الأحمر فقط على خدمة أولية، ولكن نتعامل بالظروف الميدانية من خلال المتطوعين ومن خلال الشركة والمجتمع المدني ومن خلال توزيع مركبات الإسعاف بشكل جغرافي، بما يحقق الهدف والغاية من خدمة الإسعاف، بجانب الخدمات الخاصة بسبل العيش والإيواء والمياه والإصلاح والرعاية الصحية. وأود الإشارة من خلال قناتكم الكريمة بأن بدأنا أن نلمس بعض التحديات التي ستواجه أبناء شعبنا من النازحين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي أصبحت مباشرة على النازحين قيام من البلاستيك، والذين يصطفون طوابير أشعة الشمس كثيرة للحصول على قطرات من المياه المتبقية للشرب أو مياه الاستخدام أو للحصول على وجبة. بدأنا نشهد بأن هناك بعض الحالات المرضية المزمنة والجلدية والخاصة بالجهاز الهضمي ومشاكل الصحة العامة نتيجة هذه العشاءات التي تمت فيها. نعم، درجات الحرارة 300. نعم سيد محمد، يعني يأتي أو تتجمع كل هذه التحديات والصعوبات، وللأسف نحن نتحدث عن دخول هذه الحرب شهر العاشر على التوالي، وما تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. طلبتم مرارا بضرورة توفير الحماية واحترام القوانين التي تعتبر من أولويات العمل للطواقم الطبية والصحية. كيف تنظرون إلى حجم هذا الصمت الدولي اتجاه هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي؟ وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الطواقم الطبية التي لا يختلف عليها اثنان في مضامين القوانين الدولية لتشكيل الحماية كأولوية لهم. صحيح، اتفاقيات جنيف وقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عبرت وبشكل واضح في نصوصها على ضرورة والتزام جميع الأطراف النزاع على حماية الأطقم الإسعافية والطبية والمنشآت الصحية التي تكون وتتواجد أثناء نزاع بين أي طرفين. أعتقد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي ضربت هذا الخائط، هذه المواثيق وهذه الاتفاقيات، وتعمدت إظهار الصور من داخل المشافي التي وحرقتها وأخرجتها عن الخدمة، وقتلت مقدمي الخدمة ودمرت في الإسعاف هذه المنظومة الصحية. الفلسطيني خسر أكثر من 29 مركبة إسعاف عاملة، كانت هي جزء يحتوي على حوالي 40% من أسطولنا العامل في قطاع غزة. دمرت مستشفى القدس وأحرقته بشكل كامل والمستودعات الرئيسية للأدوية. طبعا الهلال الأحمر الفلسطيني يستخدم الدبلوماسية الإنسانية، نحن لا
لا نملك أي جيش ولا نملك أي قرارات سياسية لتغيير الوضع على الأرض، ولكننا من خلال الدبلوماسية الإنسانية وعبر شركائنا في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الصليب الأحمر، ومن خلال شركائنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأصدقائنا في المؤسسات الداعمة للهلال الأحمر الفلسطيني، كنا قد أشرنا في بيانات رسمية بأن الحال على الأرض هو كارثي ومأساوي ويعيق عملنا كمقدمي لخدمة الإسعاف ومقدمي لخدمة الإغاثة والمساعدات في ظل انعدام الأمن في على الميدان. أود الإشارة إلى أن جميع شركائنا ومن هم يتعاملون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يتعاملون في هذه المصائب، ويكون ضغط كبير جدا على القنوات الدبلوماسية التي بما فيها مركز الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي طالب من خلال بيان رسمي دولي بضرورة احترام العاملين في قطاع غزة من الجمعية الوطنية وضرورة تسهيل مهامهم الإسعاف والإغاثة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو مصبح، وأمنية السلامة لك ولكل الطواقم العاملة في الميدان، والتحية كل التحية لجنود الميدان أنتم كطواقم هلال أحمر ولكل مقدمي الخدمات الإنسانية والإغاثية. شكرا سيد محمد وصباح الخير.